هذا الشوط الذي يحمل لنا منافسات الابتكار وعلى مدى 3 كيلومترات. سنتابع معكم ايها الاخوة الكرام منافسة وقصة من قصص المنافسة والتحدي في عالم الاصايل. نبدأ مباشرة بالتعرف على الاسماء المتقدمة ومع المركز الاول والصدارة الاولى. نتابع مقدمة الشوط هذه الهوى. ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري بدأ يقدم الهوى على مقدمة هذا الشوط. تلتها على المركز الثاني تميز القادمة بشعار حمد بن زيد بن علي الشراب، يقدم لنا شعار من خلال تقدم تميز. المركز الثالث القادمة اسناد القادمة في هذه اللحظات بشعار سعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي بدأ يقدم لنا اسناد على المركز الثالث وفي رابع المراكز. تقدم نتابع من خلال هذه اللحظات مع الشامخة عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة اللي خذت المركز الرابع. ومن الجانب الآخر نتابع التواجد مشاهدين الأعزاء والوصول ايضا مشاهدين الكرام من قبل الفائزة عبد الله بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري اللي خذت المركز الخامس مع هذه الانطلاقة، ولكن تقدم في هذه اللحظات ووصول ايضا من مثل حمد بن علي بن صالح السندوان. هذه النتيجة للمراكز الخمسة مشاهدين الأعزاء في منافسات وتحديات 3 كيلومترات مع سن الحقائق ومع شعارات أبناء القبائل. ما شاء الله على هذه الأعداد المنطلقة. سيل جارف خلف الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن البداية الصدارة والمقدم من هوى في مقدمة الشوط في هذا الانطلاق الجميل على خط البداية نشاهدها مع هذا الدفع الكبير. ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري يقدم شعاره، يقدم من هوى المنطلقة مع الفوز والانتصار في هذا الأداء المتميز. بينما المركز الثاني هذه تميز مع المركز الثاني حمد بن زيد بن علي الشراب يقدم تميز مع المركز الثاني، وفي ثالث المراكز شعار النعيمي قادم مع سناد هنا مشاهدين الأعزاء لتابعها مع المركز الثالث سعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي. المركز الرابع ما شاء الله الوصول والتقدم من مثل حمد بن علي بن صالح السندوانة، ولكن المركز الخامس القادمة شامخة عبد الله بن علي بن حمد الجاب بن جابر العذبة القادمة في المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المنطلقة في هذا الشوط، ولكن الكيلومتر الأخير الكيلومتر المثير هنا مشاهدين الأعزاء، لحظات الانتصار والفوز، لحظات إعطاء التعليمات، المقدمة والصدارة انهوى مع مقدمة الشوط بشعارها الجميل المنطلقة مع الفوز والانتصار. ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري من يقدم هذا الاندفاع الجميل، يقدم انهوى في المركز الاول في الصدارة. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاداء الجميل، ولكن الخطر القادم وصل التحذير هنا مشاهدي له هناك اسناد شعار النعيم القادم مع اسناد سعد بن مبارك بن محمد البادي القادم على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع تحذير فهد بن محمد بن راشد الدوسري، ولكن من هناك الله يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الاداء الممتاز. المركز الرابع من الجانب الاخر نتابع التواجد من الشامخة ووصول ايضا وتقدم جميل من خلال مثل وواصلة في هذه اللحظات ايضا الطاغية علي بن ناصر بن جار الله، ولكن البداية شوف الامتاع على مقدمة الشوط مع شعار النعيمي في هذا الرقص الصباح الممتاز. الله يا سناد روحت بالفوز والانتصار، نتابعها في هذا الأداء الممتاز عبر قناة الريان الفضائية. شكرا يا الشرس على هذه المتابعة مع شعار النعيمي. الله يا سلام، تهانينا لراعي سناد هذا الفوز سعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي التي خطفت الأضواء في مسار وتحديات هذا الشوط بمتابعة الشرس راشد بن بطل الزعب الذي قدم سناد في أجمل صورة وأجمل تحدي مع مسار هذا الشوط. تهانينا لشعار البادي هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت جدل لخالد بن عبد الله بن راشد بن قارح. المركز الثالث كان الوصول من المتحد محمد بن طحنون بن جابر المري. والمركز الرابع من وصلت الطاغية لعلي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. والمركز الخامس من وصلت شديدة لراكان بن حزام بن محمد بن راشد الدوسري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، ولكن سناد في لحظات الإعادة ما شاء الله تبارك الرحمن نهاية ذهبية ولا أجمل مع سناد. مشكور
يا الشرس اللي قدم سناد مع شعار النعيمي 4:32 40 جزء من الثانية تهانينا والناموس لسعد بن مبارك بن محمد الباد النعيمي، والتهنئة لمبارك بن محمد الباد النعيمي على فوز سناد بالمركز الأول في منافسات هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان الوصول من جدل في 4:36 4 أجزاء من الثواني. تهانينا لخالد بن عبد الله بن راشد بن قرح على فوز جدل بالمركز الثاني أما ثالث المراكز، فكان الوصول مشاهدي الأعزاء من المتحدة 4:36 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طحنون بن